الضفه الغربيه وغزه. في سنه 67 خدوا الحتتين دول كمان، خدوا ال 22% الفاضلين، وعملوا الدوله الصهيونيه على كل مساحه ارض فلسطين، واحتلوا طبعا سيناء، واحتلوا الجولان، واحتلوا الضفه وغزه كلهم. وطبعا بعد مباحثات السلام وغيره ورجعت يعني سيناء بلا جيش لمصر، وكرس الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين. دي القصة باختصار شديد، قصة شعب كان عايش في أرضه، حكموا شعوب مختلفة كتيرة زي أي شعب احتل فترة من الفترات، تناوب الحكام وخرجوا، دخلت جيوش فارسية وخرجت، دخلت جيوش إغريقية وخرجت، دخلت جيوش إسلامية، الشعب قبل الإسلام وقال لك أنا أهل البلد الأصليين أهو، إحنا عايشين عايزين نبقى مسلمين، واللي عايز يفضل نصراني يفضل، واللي عايز كذا كذا، كل عايز اللي عايزه لا إكراه في الدين في أرض فلسطين. ثم حصل هذا التهجير القسري، القسري بالسين يعني بالاضطهاد وبالإرهاب وبالعنف لليهود إلى داخل أرض فلسطين، ثم أنشئ لهم كيان بهذه الصورة، والآن دولة يعترف بها العالم أجمع. الناس الأحرار في العالم اللي يعرفوا هذا السيناريو لا يمكن أبدا يعترفوا بدولة إسرائيل. وأنا كنت في أيرلندا من حوالي أسبوعين، وكان الحكومة الأيرلندية وزير الخارجية ورئيس الوزراء كان بيقول أنه يعني يهدد بمقاطعة البضائع اليهودية، مش عشان الضرب اللي بيحصل في غزة، ولكن لأن هذا الكيان اغتصب أرض فلسطين. يعني شوف يعني اللي راجع التاريخ يعرف ان الارض ليس لهم اي حق فيها. احنا عرفنا القصه، اين حق اليهود في ارض فلسطين؟ ليس هم اول من سكن في ارض فلسطين، وليس هم الاطول حكما لارض فلسطين، وليس هم الاصلح في حكم فلسطين، بالعكس كان افسد الناس لما حكموا فلسطين، ولم يقبلوا بكلام الانبياء اعظم الخلق اجمعين في ارض فلسطين. فباي حق يعني يعيشوا في ارض فلسطين وليس هم الاكثر عددا في ارض فلسطين؟ فلسطين دلوقتي فيها 5.5 مليون فلسطيني و5.5 مليون يهودي، و5.5 مليون فلسطيني اخرين عايشين في الشتات، عايشين في العالم. يعني الشعب الفلسطيني 10.5 مليون او 10 مليون و600 الف انسان، نصهم عايش في فلسطين في الضفه الغربيه وغزه وداخل داخل الخط الاخضر اللي بيسموه عرب 48، والنص الثاني عايش في الشتات بره، جزء طبعا كبير في الاردن والباقي في بلاد العالم المختلفة. واليهود جايين على أرض فلسطين مهاجرين، حتى فيهم منهم أعداد كبيرة هاجروا في الآونة الأخيرة، و80% من هؤلاء المهاجرين ليسوا من أصل إسرائيل أصلا. يعني هؤلاء تهودوا، لا عمرهم شافوا فلسطين ولا عمرهم كان جدهم من أرض فلسطين، اللي هم الشعب اللي بيسموه الاشكنازي، اللي هم الشعوب اللي كانت حوالين بحر قزوين ودخلت في اليهودية. 80% من أهل فلسطين لا يمتون إلى إسرائيل بصلة، فلا من الناحية الجذورية ولا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية الدينية ولا من الناحية التاريخية ولا من ناحية من أي نواحي تدرسها، وحتى بالسياسة قرصنة سياسية، عملية قرصنة سياسية قادتها إنجلترا فترة من الفترات وأيدتها أمريكا بعد كده، واستقرت الأوضاع والعالم كله دلوقتي يعرف إن في حاجة اسمها إسرائيل. هي إسرائيل، إسرائيل مجموعة من الصهاينة اللي هم زي ما سماهم الدكتور في الخطاب اللي قاله أو في المحاورة اللي قالها على التليفون، هم يصورهم بالضبط مجموعة من العصابات، عصابة مسلحة جت واحتلت مكان من الأماكن وأعلنت فيه إن ده المكان ده بتاعها، وزي ما بيقولوا قبل مصر عندنا ورينا عرض كتافكم، هو كده المكان ده بتاعنا. طيب انت عندكم انجلترا كانت بتحبكم، كانت تعمل لكم وطن في جزء من انجلترا، ليه لا يعني اشمعنى في ارض فلسطين تعمل لكم الوطن بتاعكم في ارض فلسطين لو قلبها عليكم؟ لكن عشان المعتقدات البروتستانتيه اللي اصلا حطاها في الفكر البروتستانتي مجموعه من اليهود. هي دي القصه يا اخواننا. عشان كده لما انا اعرف القصه دي بتفاصيلها، طبعا انا قلت القصه في ساعه اللي انا قلتها في قناه القدس وموجوده دلوقتي بتتذاع الايام دي في حوالي 35 حلقه متصله، كل جزئيه فيها تفصيلات كثيره جدا، وحتى ال 35 حلقه مع الاختصار الشديد، موضوع فعلا ضخم وفيه اشياء كثيره جدا، تفصيلات كثيره جدا، لكن القصه بايجاز لما اعرفها بهذه الصوره انا دلوقتي اقدر افهم ازاي ممكن احمس المسلمين وغير المسلمين من الاحرار للدفاع عن حقوق هؤلاء المظلومين، هؤلاء الذين قهروا
على ترك أوطانهم وديارهم وأموالهم، وعاشوا في الشتات من أجل العصابة التي احتلت أرض فلسطين من الصهاينة. وكما كنت أذكر في الطريق، نحن لسنا يعني في حوار مع بعض الإخوة، نحن لسنا ضد الديانة اليهودية ولا ضد اليهود كعرق ولا اليهود كنسب ولا كذا ولا كذا. نحن ضد احتلال الأراضي، ضد اغتصاب الديار. كل ده بالإضافة لبقى البطش الشديد في ضرب أهل البلد الأصليين، الناس اللي بتدافع على حقها فتقصف بالطائرات بهذه الصورة، وتدمر ديارها بهذه الصورة، والأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين والمستشفيات والمدارس وحتى مراكز الأمم المتحدة، الأنروا ضربت. وشوف بقى مين اللي هيعترض. العالم كله لا يعترض الآن. بان كي مون أعلن أنه هو يعني زعلان وأنه هو غاضب لهذا الموضوع، لكن هيعمل إيه في الآخر؟ هل سيوجه، هل ضربوا الأنروا عن طريق الخطأ؟ هل ما كانوش يعرفوا ان دي التابعه للامم المتحده؟ من يتكلم في العالم؟ من يدافع عن حقوق الاحرار في العالم؟ مش هقول حقوق المسلمين، حقوق الحق. لا انسان ظلم في العالم، العالم كله يصمت الان، لان العالم كله ببدايه الامم المتحده متابع سلسله الاغتصاب من اولها. الامم المتحده هي التي كرست هذا الظلم، الامم المتحده هي اللي عملت سنه 47 القرار الظالم بتقسيم فلسطين الى نصفين بين مهاجرين وبين اهل البلد الاصليين. من يقول هذا الكلام؟ مين في الدنيا يطالب بهذا المطلب اصلا ويسمع له بل وينفذ بالسلاح وتحت عنوان الشرعيه الدوليه؟ اي شرعيه دوليه هذه التي تعطي المغتصبين حقا في ارض ثم بعد ذلك تطرد كل اهل الارض، والذي يدافع عن حق يصبح متطرفا وارهابيا؟ فيا اخواني، القصه باختصار يعني كما ذكرناها هذه توضح معاناه شعب وسرقه شعب. احنا مش بنتكلم على واحد سرق بيته ولا سرقت ارض.